تحياتي العزاوي، جيمز جيدة اليوم غندويو على ميست. هاد الجيم لا تكون ديجا شفتو لها شي بارتيات العزاوي غالبا. جيم اللي محطوطة مع إيلوفيوم مع ميرانجوس ام ام اوز اللي خرجوا العام الجاي، وغالبا يجي له واحد الصدى بعيد الامد، واحد المدى ما عرفت العزاوي، المهم واحد المدى شي حاجة بحال هكا غادي يجي له واحد التأثير كبير على العزاوي على العالم ديال الجيمين. غادي يشونجو بزاف ديال الحوايج بحكم انه دابا تنجيو زبالة ديال الفلوس في الجيمز على العزاوي. بصراحة انت دابا تشوف هاد الفيديو غالبا تطيح زبالة فلوس على الجيمز، لا في كونسول لا في بي سي. هاد الجيمز الاخوان غادي يكونوا اميرسيف، غادي يكونوا فان، لي دونجون العالم كبير طلع مات فهمتيني. فغالبا العزاوي هادشي غادي يبدل كي تنشوفو دابا الجيمين زعما شي تنتمناو العزاوي. غنجيو للوايت بيبر ديالنا. اول حاجه العزاوي تقدر تلقى تفارمي تكوليكت الانفتيز، وكذا تعرفوا غادي تقدر تبيعهم في الماركت بليس ديال الجيم. عندك خمسه ديال لي كلاس تقدر تلعب بهم، كي تشوفوا هنا كل كلاس سي كونتري كلاس الويكنس سترينغس ليفات. واحد الكلاس من هادو الاخوان غادي تكون فري تو بلاي، ما تبيعوا عليها والو. اميرسيف فارمين اش يعنيو بها الاخوان؟ هو غادي تقدر غادي خصك تانفيستي في بيزنيسز في الجيم، مثلا تشوف تحل حانوت فهمتي، تولي عندك حانوت ولا تربي الماشي تولي فلاح فهمتيني، تانفيستي في شي ارض تنوض فيها الفواكه واللعبات فهمتيني. اسمحوا لي العزاوة. ميست ناتيف توكن از ذا مين ان جيم كورنسي. هاد الحاجه الاخوان مهمه بزاف بزاف ديال الجيمز تنشوفهم دابا، تيقول لك ان جيم تقدا لي هادي باليو اس دي، تقدا لي هادي الميست تكون فيها التوكن ديال الميست في ام توكن. غادي خصك ضروري تقدا التوكن باش تقصر في الجيم مزيان. وكنت تعرفوا على زاوا جيم الا كانت فان بنادم غادي تقدا التوكن بزاف، البخي ديال التوكن غادي يطلع. حنايا العزاوة المغاربه تنفارميو، حنايا تنفارميو بحال في دوفيس فهمتيني، هادي خدمتنا حنايا الفارم، هنا بينا هي المانيا العزاوة. فهادشي اللي كاين هادشي يعني انه الميست طلع لها القيمه، وهادشي مزيان لينا حنايا. غنزيدو نهبطو على عزاوة الجيم بلاي. هادشي الاخوان نخليه لكم في الديسكريبسيون حيت ثانوي فهمتيني العزاوي، هاك تشوفوا الجيم بلاي زوين واللعيبات، ولكن اللي بغى يشوف الجيم بلاي اللي بغى يعرف اكثر على البيرسوناج هادشي نخليه في الديسكريبسيون، حتى نحاول ما امكن الاخوان تكون لاحظتوا تنبين جي الفيديوهات قصار ولكن فيهم زعما الفعاليه. ما ندويش على حوايج اللي ماشي مهمين بزاف، هادشي نخلي لكم في الديسكريبسيون عزاوة الوايت بيبر، قلبوا لتحت غتلقاو هي الاولى في الديسكريبسيون. الوايت بيبر اللي خليت فيها واحد اللعيبه العزاوه كيفاش تدبر على التوكن في الجيم. كاين المونسترز، قتل الوحوش، كمل الكويست، بيع الايتيمز في والان اف تيز في الماركت بليس اللي غادي يحلو، لا غادي يكون جيم زعما غالبا تكون ماركت بليس غادي تكون ديجا حلوها. والفارم ان جيم العزاوي كي قلت لكم هاد البارتي العزاوه ديال انفيستي في ريل استيت وهاد البارتي ديال بيزنيسز. هاد القضية جاتني الا جيت ترد الجيم غتكون اميرسيف العزاوة، خصك تعيش واحد الحياة، تكري واحد الحياة في الجيم. ف هاد الجيم الاخوان بنادم تيتسنى منها بزاف، دخلوا لتويتر تلقاو فيه اكثر من 100,000 ديال اللعيبات، وداك الشيء اورغانيك ماشي ديبوت فهمتي، زعما بنادم انتريستي بالجيم. اخر حاجة نشوفوها العزاوة هي التوكن القيمة ديالو، كنت تشوفوا زعما با مال راه ديجا كندير واحد البيك وهبط الى عقل مزيان، كنت تشوفوا هنايا فوالا. ولكن باقي الاخوان الجيم ما خرجاتش، البخي ديالو هي هادي راه زعما تبان لي عاديه. فالاخوان هادشي اللي كاين فهاد الفيديو هادي، جيم اللي نعاود نقولها فري تو بلاي. لاحظت انا الفيديو اللي فات بزاف العزاوة كومونطاو تيقولوا ما باو جيمز فري تو بلاي، ف داكشي اللي باو العزاوة راه ولا غادي نجي انا الكونتنت اللي غادي نجي هو اللي باو العزاوة. نتمنى انا الفيديو تكون عجبتكم العزاوة، ونشوفكم في فيديو جديد. بيس.